أنا النهاردة ليا الشرف إن يكون معانا على الهواء اتصال تليفوني مع المخرج الكبير العظيم المختلف شريف عرفة. الله. فممكن نقول له ألو بليز. أستاذ شريف. ألو. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك أستاذ شريف؟ إزاي حضرتك؟ حضرتك معانا دلوقتي على نجوم FM وعلى الهواء وكل الناس سمعين حضرتك، وحضرتك مقل جدا ظهورك. عشان كده أنا شاكرة جدا، وصراحة يعني مش مصدقة. ما بعرفش أتكلم في التليفون، بس يعني عشان خاطركم. يا حبيبي دي كبيرة عندنا يا أستاذ شريف بجد. يعني والله هند عزيزة عليا جدا، وحضرتك كمان، وحضرتك كمان، وانا فخرت وشرفت ان انا اشتغلت مع الاستاذ شريف في الجزيره الجزئين، وفي الكنز الجزئين، وفي الممر ضيفه شرف في الممر. مش كده يا استاذ شريف؟ هي هند دلوقتي بقت يمكن من اكتر الممثلين اشتغلت معاهم. ده شرف ليا استاذ عادل، يعني ده شرف كبير جدا ليا بجد يا استاذ شريف. وانا سعيد بالحكايه دي، وعايز اقول ان ده مش بس عشان هي بتضيف الادوار، لكن عشان هي كمان بتضيف للدور. وده شيء مهم جدا، انا يعني الحقيقه ببقى حريص عليه، لانها هند عندها شخصيه وعندها ثقافه، تقدر تعمل الابحاث بتاعتها حوالين كل شخصيه وتقدر تضيف عليها، وده اللي حقيقه عملته في الكنز كمان. يعني هند فضلت تدور لحد ما لقت خطبه عظيمه لحتشبسوت جابتها واستفدنا بيها جدا في الفيلم. ده حقيقي، يعني ده كلام بجد يا استاذ، مش عارفه اقول لحضرتك ايه. يعني حضرتك عارف انا بحترمك وبقدرك وبعزك قد ايه، وقد ايه الشغل مع حضرتك بيبقى فعلا ممتع، مش بس على مستوى الاداء، كمان على مستوى بتتعلمي منه قد ايه، بتتعلمي من كادراته، بتتعلمي هو مخرج عارف كويس قوي هو عايز ايه ومش عايز ايه. فده للممثل بيبقى بيوفر طاقه، بيوفر، بيخليكي بس تحطي كل تركيزك في شغلك في المشهد ده. فعشان كده كل الممثلين حلمهم انهم يشتغلوا مع الاستاذ طبعا شريف. انا ما فيش حد هنا يا استاذ شريف الا لما حد استضيفه بجد والله، يعني اساله طب مين، طب عايز اشتغل مع مين؟ مع المخرج شريف عرفة. حياتك مخرج كبير جدا، ومدرسه مختلفه ومدرسه مستقله بذاتها، وتخرج من تحت ايد حضرتك مخرجين النهارده بقوا مهمين جدا. مش بس مخرجين يا انجي، غير المساعدين اللي كلهم فعلا دلوقتي مخرجي الصف الاول، كمان الاستاذ شريف اللي خلف الكاميرا، اللي ورا الكاميرا، اللي بيشتغلوا معاه، من مدير تصوير لمساعدين لكل التكنيشنز او الفنيين، كلهم لما بيجوا يشتغلوا مع الاستاذ شريف بيبقى في حاجه تانية بقى. هما مش جايين يشتغلوا بس وخلاص، لا، هما جايين يضيفوا فنيا، لان هما عايزين يبسطوه، يعني عايزين يردوه، عايزين يردوه طبعا طبعا، لان دي فرصه. انا سعيد بيهم وسعيد بكل الناس اللي بشتغل معاهم، هما الحقيقه كلهم بيضيفوا لي، كلهم من احسن اشتغلوا معايا عشان نحافظ كلنا على طب عشان حضرتك المايسترو. لا ايوه طبعا، حضرتك اللي حضرتك ينطبق هو المايسترو طبعا. طبعا طبعا استاذ شريف، ايه اللي بيميز هند كممثله؟ يعني حضرتك اشتغلت مع نجمات كبار ونجوم كبار جدا جدا جدا، ايه اللي بيميز هند صبري كممثله عن غيرها؟ قلت لك ان هند من الناس اللي بتذاكر كويس جدا، والشغل بالنسبه لها اهم حاجه. هي مش بتهزر، بمعنى ان يعني بنبقى دمنا تقيل في التصوير، لكنها بتبقى مركزه جدا وعارفه هي عايزه ايه، وبتفهمني جدا بسرعه لان هي ذكيه جدا ما شاء الله. هي انا قلت لك هي عندها ثقافه عاليه جدا وعندها موهبه طبعا، يعني اهم حاجه الموهبه، لكن مش بس الموهبه، ان هي دايما عندها الروح ان هي عايزه تنجح. دي مهمه جدا، يعني ان هي ما بتاخدش حاجه فور جرانتد، ما بتاخدش شغلانة التمثيل كمظهرة ونجومية، لا، لأنه في ناس كتير بتاخد التمثيل صور صح كتير كتير، والشكل ايه، لا، لكن هي جادة جدا في شغلها وبتهتم بيه، وده شيء الحقيقه بيسعد الواحد وبيضيف له. حضرتك يعني اضفت لمحمد سعد كمان في الكنز الجزء الاول، يعني وريتنا محمد سعد جانب اخر مختلف، مش ممكن تماماً. يعني ده بجد محمد عنده ده، هو محمد عنده ده، انا بس كنت هو مستني ان هو يطلعه في وقت معين يعني. لكن هو محمد عنده ده، انا ما اخترعتوش، هو ممثل كتير وشاطر جدا، واضافه كانت في الكنز عظيمه الحقيقه. بس حضرتك بتعرف تطلع حاجات مختلفه من الممثلين اللي عاده بنشوفهم بطريقه، حضرتك بتعرف تطلع حاجه تانية، يعني ده بشهاده الجميع. والله انا دايما يا استاذ شريف، دايما يا هند اقول عايز ممثل كبير
لازم تشتغل مع مخرج كبير. صح. مخرج فاهم ومخرج بيعرف التولز بتاعتك. صح. ويطلع منك حاجات مختلفه. لكن وحبك ومخرج حابب الممثلين جدا بتوع. يعني دي طبعا. طيب هنشوف ايه جديد في الجزء الثاني من الكنز، وخصوصا اللي انا عارفاه ان الجزء الاول والثاني اتصوروا كلهم مع بعض يا استاذ شريف، وبعد كده نزلوا على فترات مختلفه. كان معايا احمد رزق برضو، وهو برضو مع حضرتك في الممر، فقعد يقول لي انا يعني مش قادر، عايزه يعني عايزه اشوف الجزء الثاني من الكنز. كل الناس في ايه في الجزء الثاني؟ يعني انا هقول لك ببساطه، هو الجزء الثاني من الكنز هو نص الفيلم الثاني. اوكي. ودايما في نص الفيلم الثاني الدراما بتتصاعد والاحداث بترتبط ببعضها، وبنقدر مش هنجاوب على تساؤلات لان انا مش مع قوي الكلمه دي. انا مع انه الجزء كبير من الفيلم هي تجربه انسانيه احنا بنعيشها وبنحس بيها. فاهماني؟ لانه ما تقدريش تقولي المزيكا ايه الكلام اللي المزيكا او ايه المعاني اللي بتقوله سيمفونيه كبيره لاي واحد بيعمل سيمفونيه. احنا بنعمل تجربة انسانية في الكنز، يا ريت توصل للناس بمعانيها اللي هتكتمل في الجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. هو الجزء الاول كان حالة سينمائية برضو مختلفة جدا، والثاني هيبقى والثاني اكيد الممر يا استاذ شريف. يعني انا بالذات نوعية الافلام اللي هي اعتقد هو فيلم حربي اكتر ما هو او فيلم يعني عن الحرب ملحمي. أو ملحمي عن الحرب. النوعية دي طبعا احنا ما عندناش افلام كتيرة معمولة بتقنية عالية بحاجات كتير قوي، احنا فعلا مفتقدينها. الممر كده يعني تقول لنا اي حاجة، عشان احنا بجد يعني انا عن نفسي مش يعني مشتاقة للممر بشكل مش طبيعي. انا ما عرفت حاجة عن فيلم الممر. انتوا بتعرفوا حاجة خالص. لا لا انا اشهد، يعني لان انا ان احنا بنتكلم على على هند دلوقتي والكنز، فخلي الكلام للممر بعدين. وهي ضيفة شرف، مش هي ضيفة شرف؟ ما انا في الممر برضو يا استاذ شرف. ايوه ما هو انت برضو الممر، لكن ايه الممر زي ما قلت لك انا ما عرفتش حاجه عنه. كل الناس مكتمه عليه، كل الناس مكتمه عليه بشكل. هو الاستاذ شريف دايما مكتم على شغله دايما. وبرضو احنا ما بنعملش فيلم تسجيلي عن حرب، لا طبعا لا، احنا بنعمل فيلم عن ناس بتحارب. صح. فالناس اللي بتحارب دي عندها مشاعر وعندها احاسيس وعندها عواطف وحبت وما حبتش، يعني انا اقدر اقول لك برضه هي تجربه انسانيه، ده انا بحب اعمل. حصلت في وقت في حرب، وحصلت في نكسه، وحصل في محاوله لاعاده الانتصار. هي تجربه مختلفه، اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون بنبتدي بيها حاجه غيرنا بقى بعد كده يعمل احسن واحسن ان شاء الله. يا ريت يا استاذ شريف. إن شاء الله. في النهايه خالص طبعا انا نفسي اعمل حوار طويل مطول مع حضرتك، لان انا بحب السينما بتاعت حضرتك. لا لا ده نفسي بقى هنا بقى في الاستوديو يبقى يا ريت. بس قبل ما اختم، عشان احنا كلنا بنحب السينما قوي، ايه اكتر حاجه حضرتك مفتقدها النهارده في السينما؟ السؤال صعب جدا. حته مفتقدها دي سؤال صعب جدا. احنا بنحاول نعمل الحاجات اللي احنا مفتقدينها في افلامها، وغيري من الفنانين بيحاولوا يعملوا افلام كتيره في ظل ظروف صعبه جدا. احنا بنعمل افلام في ظل ظروف صعبه جدا، لازم نعترف بكده برضه. الحاجه اللي انا اتمناها ان كل واحد يحاول يبذل اقصى ما عنده علشان كلنا نحاول ان نخلي السينما المصريه اللي هي شيء عظيم جدا على مر الزمن وعلى مر اكتر من 100 سنه تحافظ على قوتها، وتحافظ على ان الناس ما تخافش ان هي تجدد بدعوى ان انا اجيب ايرادات كبيره. ده كلام غلط مش صحيح. كل الكلام والسباقات اللي بتتكلم عن الايرادات وعن الكلام ده، وانا الحمد لله مش بقول كده لاني عملت افلام ما نجحتش، لا انا عملت الحمد لله افلام بالعكس. على المستوى شباك التذاكر كانت كسرت الدنيا. يا نهار ابيض. طبعا. لكن انا بقول ان كل ده مش هو المقياس لصناعه سينما كويسه. المقياس ان احنا نحاول نحافظ على المستويات المتعارف عليها للفن السينمائي، نحاول نجود، نحاول نعرف قيمه انه السينما المصريه شيء عظيم جدا لازم نخاف عليه ونهتم. الله يا استاذ شريف، يعني انا بشكر حضرتك جدا جدا على المداخله دي بجد، ويعني ليا الشرف ان احنا قدرنا نوصل لحضرتك ونكلمك بجد. انا كمان الصراحه يعني دي هتتكتب لي في السي في بتاعي برضو المداخله دي يا استاذ شريف، مش بس الافلام اللي عملناها مع بعض، لكن عزيزه عليا جدا وحضرتك كمان.
امال حضرتك امال اقول ايه عن اللي اضفته لي في السي في بتاعي وفي تجربتي المتواضعه. اشكرك يا استاذ شريف بجد. شكرا جدا. ميرسي جدا. ميرسي جدا جدا يا استاذ شريف، وبالتوفيق دايما وسينما اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. بشكرك يا استاذ شريف. ميرسي.